طلب نباح النوم، أدخلوني. الفتاة لون، ماذا تفعلين هنا؟ سأخبركم إذا سمحتم لي بالدخول. بحقك أيها يستحسن ألا تكوني تدبرين مكيد. إنه روميو، لقد سرق مغناطيسي القمري وهرب إلى القمر، واحتاج إلى مساعدتكم للعودة واستعادة. إلى القمر؟ لا أعرف يا رفاق. إلى صاروخ المقر. واو، انظروا إلى النجوم هناك. احترس، هناك شيء يسد الطريق، من الأفضل التحرك إلى الجانب. أنت محق يا روبوت الأبطال، ولكننا وعدناها بالمساعدة. وأخيراً، والآن لنذهب للدير من روميو. كن حذراً أيها القط، ما زلت غير متأكد بشأن الثقة بها. عمل رائع. هذا حائط مرتفع، استخدم قفزة القط الخارقة للقفز فوقه. تذكر أنه يمكنك. علي الاعتراف يا سيدي أن هذه إحدى أفضل خططنا. بالطبع، بمساعدة قوى كل تلك الصخور سأتمكن أخيراً من السيطرة على العالم. ومن المستحيل أن تكون الحشرات بملابس النوم قد تبعتنا إلى هنا. هذا حائط مرتفع، استخدم قفزة القط الخارقة للقفز فوقه. يا إلهي، الطريق تفرع إلى مسارين، كيف لي أن أعرف الاتجاه الصحيح؟ أذنا القط. أعرف إلى أين ذهب. حان دورك أيتها البومة. الباب يتحرك بسرعة للغاية، على أحدهم العبور إلى الجانب الآخر والضغط على الزر لإبقائه مفتوحاً.
سرعة القط الخارقة. شكراً. هناك تميمة بالقرب منك، تفقدها. عمل رائع. سنصعد إلى الأعلى أيها الساحب. يظهر الكمبيوتر التميمة بالقرب من هنا، تأكد من العثور عليها. استخدم العصا اليسرى للتحرك. أحسنت. هناك شيء يسد الطريق، ولكن لا يمكنني العودة الآن. عضلات الساحب الخاصة. لا شيء يصعب على الساحب فعله. الفتاة لونا بالأمام، شرفنا على الوصول. استخدم العصا اليسرى للتحرك. سيكون الأشرار كلهم في انتظارنا هذه المرة. إلي المغناطيس القمري. الأبطال بلباس النوم والفتاة لونا. يا إلهي، أصبح المكان مزدحماً هنا. رائع، مغناطيس القمري. لا أعتقد ذلك، أحتاجه لاستخراج بلورات القمر الجميلة هذه لننهي الأمر سريعاً. قفزة القبض الخارقة. عضلات الساحب الخارقة. والآن بفضل كل بلورة القمر تلك التي جمعها روميو، يمكنني أخيرا القيام بهذا. روبوت الأبطال، افتح لها الباب. نخزنها؟ لا أعتقد ذلك. في الحقيقة أظنني سأحتفظ بها. هذا ما يجب فعله بعد كل ما تكبده روميو من عناء لجمعها.
ولكن إذا كنتم تريدون العودة إلى المنزل بشدة فدعوني أساعدكم. ماذا؟ الفتاة هنا. فلتحيا الفتاة لونا، لأنني فزت اليوم على القمر.